للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من معبر أرقين الحدودي رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. رامي، ضعني في صورة المعبر وأحوال العائدين من السودان. تحياتي لك ولكل متابعينا من معبر أرقين البري الحدودي الذي يربط بين مصر والسودان، ولا يزال المعبر في تلقي واستقبال العديد من الحافلات التي تقل المواطنين الوافدين والقادمين من الأراضي السودانية، تأكيدا على جهود الدولة المصرية في إجلاء الكثير من المصريين والسودانيين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى. ولو تحدثنا عن زيادة في هذه الأعداد التي تجاوزت 5000 مصري ما بين الإجلاء الجوي وأيضا الإجلاء البري، ولو تحدثنا عن أعداد أيضا التي تزايدت خلال الأيام السابقة والساعات السابقة من غير المصريين، نتحدث عن أكثر من 16,000 من 14,000 منهم من السودانيين و2,000 من الجنسيات الأخرى، نتحدث عن أكثر من 50 جنسية أخرى ل50 دولة قامت بالتنسيق مع الأجهزة المصرية ووزارة الخارجية المصرية التي تقوم بدور كبير وبتنسيق كبير من داخل الأراضي السودانية بعد إعادة تمركز السفارة المصرية بجمهورية السودان. وأيضا وضعت وزارة الخارجية المصرية العديد من نقاط التجمع للراغبين في العودة من السودان، وأيضا لمن يرغب في مغادرة المدن السودانية، خاصة بالتواصل مع القنصلية المصرية في بورت السودان. نعم. للإجلاء البحري، وأيضا من يرغب في الإجلاء من قبل الإجلاء الجوي عن طريق مطار دنقولة. أما الإجلاء البري فيأتي في معبري قسطل وأيضا أرقين الذي يتواجد به الآن، وهذه الأعداد قابلة للزيادة، ونحن الآن بصدد وفود العديد من هذه الحافلات. أما المشهد من داخل المعبر، نتحدث عن وصول الوافدين سواء من المصريين والسودانيين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى، وقامت هيئة المواني البرية والجفة بزيادة أطقم وأعداد الإداريين لمزيد من تسهيل أوراق التوثيق والتأشيرات على الوافدين. أيضا لو تحدثنا عن الجهود التي تقوم بها وزارة النقل والعديد من الأجهزة هنا في زيادة الشاحنات وأيضا الحافلات التي تقل المواطنين إلى جهات ومقاصد عديدة خارج المعبر، ولو تحدثنا أيضا عن مشاركة وتنسيق كبير جدا مع محافظة أسوان في تنظيم حركة القطارات مع هيئة السكك الحديدية لتلقي العديد من الوافدين سواء في حركة الذهاب أو العودة. هذه العملية التنسيقية والتنظيمية الكبيرة التي تشارك فيها العديد من الجهات المصرية. أما الدور الأبرز والأهم والكبير هنا يقوم به الهلال الأحمر المصري من خلال مراكز الإغاثة المستمرة أو الثابتة، وأيضا الفرق المتحركة الطبية والتي في زيادة مستمرة وزيادة في عدد الأطقم، وقيام بتنظيم الخيام الخاصة بالمؤن والإمدادات لتزويد الوافدين سواء بالوجبات والعصائر والمياه، وأيضا المساعدات الطبية وأيضا المساعدات الإنسانية. ونتحدث عن حقائب الإسعافات الأولية والتواصل مع الأسر من خلال الدعم النفسي لكل من هو وافد إلى الأراضي المصرية. نعم. إذن هي جهود حساسة تقوم بها الدولة المصرية في ظل هذه الأزمة. هذا هو المشهد هنا. نعم رامي، يعني إلى جانب هذه الجهود الحساسة التي تقوم بها الدولة المصرية لتسهيل عمليات العبور للعائدين من السودان سواء من المصريين أو من الدول الصديقة والشقيقة، هل لديك بالتقريب ربما بعض الأرقام التي تتحدث عن من عبروا فعليا من معبر أرقين الحدودي إلى الأراضي المصرية؟ لو تحدثنا عن الوافدين والقادمين سواء من المصريين أو غير المصريين، نتحدث عن أكثر من 16,000 من غير المصريين سواء منهم 14,000 من السودانيين و2,000 من جنسيات أخرى. كان آخر هذه الجنسيات نتحدث عن أفواج قادمة من دولة جنوب إفريقيا وأيضا دول شرق آسيا والعديد من الدول التي قامت بالتنسيق مع الخارجية المصرية لتلقي الوفود القادمة وللإجلاء من المدن السودانية. نتحدث عن تنسيق كبير جدا بين عدد من الوزارات لدول كثيرة وأيضا مع وزارة الخارجية المصرية للتوافد إلى معبر أرقين ومعبر قسطل. هذه الجهود التي تمت عن طريق الأرقام والخطوط الساخنة والإغاثية لإجلائهم في مناطق تجمع بعد تعديل وزارة الخارجية لهذه المناطق والأماكن سواء بالإجلاء الجوي من قبل من مطار دنقولة في السودان أو أيضا الإجلاء البري عبر معبر قسطل
وأيضا معبر أرقين الذي يتواجد به الآن، أو حتى عن طريق العبور والإجلاء البحري من خلال أيضا القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في الخرطوم، وعن طريق هذه القنصلية سواء في الخرطوم أو في بورت السودان للإجلاء البحري. هذا هو المشهد التنسيقي، وأيضا فيما يخص الوفود التي لا زالت مستمرة في القدوم إلى معبر أرقين البرية الذي يتواجد به الآن. أشكرك جزيل الشكر رامي محمد عن هذه الصورة من معبر أرقين الحدودي، مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من هناك.